بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين، والذين لا يشهدون الزور. في ليلة الجمعة الماضية كنا نتحدث عن عباد الرحمن الذين اختصهم الله بنسبته إليه وبقربهم منه، والله يريد أن يعرفنا صفات هؤلاء لنكون في عدادهم. من بين صفاتهم والذين لا يشهدون الزور، مراد من الزور الباطل، لا يشهدون الزور مفسرة في بعض التفاسير يعني لا يشهدون شهادة الزور، يعني لا يشهدون بالباطل، بأن تشهد لمصلحة صديق أو قريب بأمر غير حق. قول فلان قتل فلان، فلان ضرب، فلان سرق، فلان لم يفعل كذا وأنت تعرف أنه فعل، هذه تعتبر شهادة الزور. وهذه شهادة الزور الله سبحانه وتعالى ربط بينها وبين عبادة الأوثان، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والإنسان عندما يشهد شهادة زور ويحكم الحاكم على أساسها فيتحمل مسؤولية كل نتائج الشهادة. لو شهدت أن هذه الأرض لفلان، واحد بتنازع أن هذه الأرض لفلان أو مش لفلان، وشهدت أن هذه لفلان وهي ليست له وحكم له شرعا، أنت تتحمل مسؤولية خسارة كل هذا الإنسان الذي خسر أرضه. وهكذا إذا شهدت بأن فلان قتل وهو ليس لم يقتل، أعدم هذا الشخص، أنت تتحمل أيضا هذا موضوع كلية هذا. وهكذا، وشهادة الزور تقريبا في بعض الحالات كالكفر بالله. لهذا أيها الأحبة، إنسان ربما يأتيك قريبك، ربما يأتيك صديقك، ربما يأتيك جارك، ربما يأتيك الإنسان الذي بينك وبينه مصلحة، يكون في حادثة قتل، في حادثة اعتداء، فيطلب منك أن تذهب لتشهد لمصلحته بشيء لا تعرف أنه حق أو تعرف أنه ليس بحق. في هالحال عليك أن تفكر بالله قبل أن تفكر بصديقك أو قريبك أو جارك، وعليك أن تفكر بعقاب الله في ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني يجي يقول لك الصديق وقت الضيق، وأنا محتاج لفت شاهد، محكمة طلبت مني كم شاهد، وتروح تشهد لصديقك بغير الحق. هذه ليست من صفات المؤمنين بل هي من صفات المنافقين والكافرين. في تفسير لا يشهدون الزور، لا يشهدون الباطل، يعني لا يشهدون مواقع الباطل. مثلا في حفلات راقصة، حفلات قمار، حفلات شرب خمر، حفلات خلاعة، حتى مثلا ربما أنت قريبك أو صديقك عنده حفلة عرس وفيها كل ما يعصى الله به، وطلب منك على أنك تحضر هاي الحفلة وإلا بزعل منك. إذا كنت مؤمنا ومن عباد الرحمن فعليك أن لا تشهد
الحفلة التي يعصى الله فيها بغناء محرم أو برقص محرم أو بشرب خمر أو ما إلى ذلك، ما يجوز لك شرعا، لأنك لا يجوز لك أن تشهد مشاهد الباطل وأن تحضر حظ حفلات الباطل. يزعل منك صديقك أو خيك أو أختك أو كذا أحسن ما يزعل منك الله سبحانه وتعالى. زعل الأصدقاء والأقرباء يمكن، لكن زعل الله ما ينحمل. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. هذه ينبغي الإنسان مثلا الآن إذا دعيت إلى حفلة انتخابية لشخص لا يجوز لك أن تنتخبه لأنه رجل ظالم رجل باطل وهكذا، ما يجوز لك تحضرها، لأنك عندما تحضرها فإنك تؤيد الباطل، لأنه هذا يقول لك إحنا مهرجاننا بمليون وذاك نص مليون وذاك منين منك ومن فلان ومن فلان ومن فلان، أنتم الذي أعطيتموه مثل هذه القوة ومثل هذا العنفوان. هذه أيضا كذلك يقال لا يشهدون الزور، لا يشهدون بالتفسير الثاني مجالس الباطل، وهي المجالس التي يؤيد فيها الباطل والظالم والمبطل والمنحرف وما إلى ذلك. بعض الناس يقول لك الدين شيء والسياسة شيء آخر، هاي سياسة. لا، أحد العلماء في إيران رحمة الله عليه كان يقول سياستنا دين وديننا سياسة، السياسة اللي ما تكون ماشي على خط الدين هي باطل، والدين الذي لا يرعى سياسة الناس هو دين ليس على ما يجب، من لم يهتم بأمور المسلمين هذا الدين فليس بمسلم. هذا الاهتمام بأمور المسلمين بدعمها بدعمهم وكل الأمور التي تدعم قوتهم وتدعم مواقعهم وما إلى ذلك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مروا بالكلمات، ناس عم يحكوا كلام يستغيبون فيه الناس، هذا من اللغو. أو اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، أو اللغو مفسر بالغناء المحرم، لما بدك تمر لا تتوقف خليك ماشي، ما تقدر تستنكر. مثلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا بقيتوا، وإني عم يتكلموا بكلام الباطل بكلام الاستهزاء بآيات الله، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هكذا وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يتوقفون يظلوا ماشيين. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، إذا ذكروا بآيات الله بمواعظ الله بنصائح الله بوصايا الله، ذكروا بعذاب الله، لا يغلقون أسماعهم عنها وعيونهم عنها، بل تنفتح عيونهم على آيات الله
وتنفتح أسماعهم على آيات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا فكروا أن يتزوجوا أو إذا فكروا يصيرهم أولاد سواء الرجال والنساء مرة بدها تتزوج أو رجل بده يتزوج مرة بدها ولد أو رجل بده ولد كيف يفكروا ماذا يفكرون في أزواجهم كيف يكونون وفي أولادهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تقر به عيوننا في الدنيا والآخرة بحيث يصعد الإنسان معهم في حياته ويكون قرة عين له في آخرته يعني أن يكون الزوجة صالحة الزوج صالح أن يكون الولد صالحا أن تكون البنت صالحة هذا يفكر هكذا لا يفكر بالصفات الفانية كأساس من حقه واحد يحب زوجة جميلة تحب زوج جميل يحب زوجة متعلمة زوج متعلم لكن يكون الأساس هو الصلاح أساس هو الدين أساس هو القرب من الله سبحانه وتعالى هذا يكون الأساس والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أيضا عندما يفكر في نفسه فيفكر في تنمية نفسه وتربية نفسه وتعليم نفسه وتهذيب نفسه وتثقيف نفسه بحيث يكون الإنسان المميز في المجتمع بحيث يقتدي به المتقون مش بس أنك تفكر تكون متدين فقط فكر بأن تبلغ في درجات التدين والإيمان بحيث تكون إماما للمتقين وقدوة للمتقين واجعلنا للمتقين إماما هؤلاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و أولئك يجزون الغرفة بما صبروا كناية عن الجنة من يريد أن يدخل الجنة يدخل الجنة فعليه أن يتصف بهذه الصفات ويتحرك في هذا الاتجاه والأولئك يجزون الغرفة بأي شيء بما صبروا ومن هنا تكون قيمة الصبر أنك بالصبر تدخل الجنة للإنسان إذا لم يصبر على شهواته لم يصبر على طاعة الله لم يصبر على بلاء الله بحيث كان يسقط أمام أي حالة حرمان أمام أي مشكلة يواجهها في الحياة ما يقدر يدخل الجنة لأنه إذا لم يصبر عن معصية الله بس تجي المعصية يسقط أمامها لا يصبر على طاعة الله بس تجي الطاعة يبتعد عنها لأنه تكلف جهد وهكذا لا يصبر على بلاء الله فيزع ويسقط هنا لا يمكن أن يحصل على الجنة لهذا شوف كل آيات القرآن تتحدث عن الصبر سلام عليكم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم أن تحافظ على انفعالاتك تحافظ على شهوتك تحافظ على جهدك في الطاعة تصبر على البلاء سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار هنا أيضا كذلك أولئك يجزون الغرفة يعني الجنة
بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا دخلوا الجنة تستقبلهم الملائكة هذه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، وتحيتهم فيها سلام بالجنة. آية تقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، أصدقاؤكم في الحياة الدنيا لما كنتم بالدنيا، وفي الآخرة لا تستوحشوا أهلكم ومعكم، أصدقائكم مش معكم، لا، إحنا أصدقائكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بس بدها شوية صبر، بدها استقامة على الخط. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها لا موت، حسنت مستقرا يستقر به الإنسان ويطمئن، ومقاما حيث يقيم فيها الإنسان في أفضل حال وفي أهدأ بال. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني يربطكم بالله والدعاء، في بعض التفاسير هكذا: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا الدعاء هو الذي يجعل الله يهتم بك ويعبأ بك ويرعاك ويرحمك ويلطف بك. فقد كذبتم في عملكم وفي أقوالكم وفي خطكم، فسوف يكون لزاما، سيلزمكم أمر هذا التكذيب في الآخرة، لأنكم ستواجهون عذاب الله في ذلك. هذه الأجواء أيها الأحبة نحتاج أن نعيشها، نحتاج أن نجاهد أنفسنا حتى نخضع أنفسنا لكل مواقع رضا الله. الله يقول: والذين جاهدوا فينا، اسعى يا عبدي تأسعى معك، اسعى في سبيل تقوية إيمانك أنا بسعى معك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني تحملوا الجهد، تحملوا الصبر، تحملوا الحرمان، لنهدينهم سبلنا، الطرق التي تدل على الله، وإن الله لمع المحسنين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والحمد لله رب العالمين.